شكرا شكرا شكرا، الحمد لله وصلنا ل 800,000 بفضل ربنا ومدعمكم. الحمد لله يا جدعان وصلنا. وانا عارف انا عارف هتقول لي فين تحدي ال 800,000، انا عارف والله العظيم قبل بتاع ده اصلا على الفيديو اللي فات فضلتوا بتكتبوا لي فين التحدي فين التحدي، فاهم؟ انا اصلا ما كنتش عرفت ان انا وصل. بصوا في ال 800,000 صراحه مش هيبقى في تحدي، بس انا هعلن بقى على حاجات مهمه جدا، حاجات تخص القناه وتطويرها ومش عارف ايه، وتحديثات كده هتعجبكم، وحاجه كمان او حاجتين كمان ممكن اديكوا هنت عليها شويه يعني بنسبه كبيره جدا جدا هيبقى في قناتين زياده معانا، يعني في هيتم افتتاح قناتين زياده ان شاء الله. ايه هما بقول لكم بعدين عليها يعني. ان شاء الله هعمل فيديو اغطي فيه كل الكلام ده واقول لكم عليه واحكي لكم ايه اللي هيحصل، بس انا مستني كل الحاجات تحصل عشان اعملها في فيديو واحد، فالاحتمال الفيديو يعني يبقى في اخر 8 او اول 9 ان شاء الله، يعني ان شاء الله عشان بدل ما اعمل فيديو لكل حاجه فاهم الموضوع ممل، فاحنا نجمعهم كلهم كده ونعملهم في فيديو واحد. اللي هيجي يقول لي في تحدي شايفين عارفك اقسم بالله. المهم اهلا بيكم شباب في فيديو جديد، واهلا بيكم في تحدي ضحك جديد اللي النهارده مش هيبقى فيه عقاب. شفتوا عمال اديكم فجأة واحده ورا واحده ازاي؟ معلش مش هيبقى فيه عقاب النهارده لان انا صراحه تعبان فاهم، بقالي فتره نومي مش متظبط وشغل كتير وحركات كده، بس النهارده هيبقى فيه تحدي. كل فيديوهات الضحك اللي انتوا بعتلنا اللي هرقت عليها النهارده كلها هتفرج عليها وانا في بقي ميه، ويا ولع فاللي حواليا بقى يبوظ الشاشه يبوظ الكاميرا. بصوا في حاجه هتحصل النهارده، انا خايف الصراحه، فتوقعوا الفيديو كله بعمل كده بس. وطبعا بقى لو هي فاهم بقى نحاول نشن صح بقى، نحاول نشن هنا نشن هنا ما فيش حاجه، وانتوا اكتبوا لي يعني ساعدوني في الكومنتات بتحديات حلوه يعني فاهم، بلاش بقى نص بصله ونص مش عارف نفس الخضار. احنا قبل ما نبدا بس يا ريت تعمل لايك وشير كام شير وشغل الجرس معلش طولت عليك، ويلا بينا نخش على الفيديو. نبعد بقى الحاجه اللي احنا خايفين عليها، تعالى انت غالي انت معلش ده غالي معلش ما مضمون ايه يعني تعدي ضحك فاهم يخسرني معلش ماشي. ما انا دي اللي جنبي وادي ازازه الميه. بصوا انا هديكم المقدمه فاهمين يعني ايه وانا بتكلم، بعد كده اشرب الميه بعد كده اتفرج على الفيديو تمام، عشان مش هقضي كل الفيديو يعني صامت، انتوا عارفين يعني هكسب كل الفيديو يعني ايزي يعني، وانا من امتى ما كتبتش حد ضحك ايزي والله. ادي الميه. ما هو يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يحرق ميتين ام الانسان على الصبح يا شيخ. ها استنى يا عم حبيبي انا غرقت الدنيا، الحمد لله انا شنت صح النهار اسود وجت على الكهرباء. ماشي الحمد لله الحمد لله انا شنت صح، والله العظيم كانت هتيجي غلط في الكاميرا، انا اسف. اول فيديو ايه ده في ايه والله العظيم انا قلت همسك نفسي بقى. عادي يا جماعه عادي عادي بتحصل. بيقول لك اسامي البنات في الشات الماسنجر بتاعهم اسامي انا واصحابي في الشات. نغتسل ماشي. يعقوب قمر الدين دبيازة، خالد كشميري، خضر كرويتا، إسماعيل أحمد كنباوي. لا أنا مصطفى ابن خالته، أنا ابن خالته. يجري الآن تسجيل هذه. بتسجل ليه مكالمة؟ بتسجل ليه مكالمة؟ عيب عليك، بتسجل ليه؟ أنا مصطفى ابن خالته، أنا ابن عمته، أنا غاره، أنا بقال، أنا الحمار. ما هو مش هينفع كده، هو مش هينفع والله. اجيب جردل جنبي طيب ولا ايه ده؟ انا مريت الارض والله العظيم، انا بقى بحب الجدع ده والله العظيم يعني بحب والله، راجل طيب. وراك فراخ بالبصل الاحمر والله العظيم، وراك فراخ بالبصل الاحمر. احنا ضحكنا على اتنين تقريبا ولا ايه مش عارف. بيقول لك مليون دولار ويدين متساويين، يا عيني على الفيديوهات دي، واضح قوي ان مفيش ايدي هنا خالص، مش واضح. Ho pensato in illa e tu santa, non li conti facro fatta, ho pensato a li conti Walla! لا مؤاخذة لا مؤاخذة. ايه ده؟ معلش كنت لازم انزل المايك فوق، معلش ايه ده؟ هو ايه اللي سكة؟ ايه ده؟ انا ودني والله العظيم صفرت والله، ايه ده؟ أبي سنين لقيته سادة وأنا اللي كنت فاكره فادة والله العظيم شعري أوي هو في ايه؟ ماشي يا عم استاذ حلمي بكر اللي حضرتك ازاي عايش والله بعد ما سمعوا ده والله العظيم، هو كانوا مدينه محبات مهدئات ولا ايه؟ اللي بعده نخش على اللي بعده على طول، احنا سخنين كده اهو والميه فاهم كده. ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه
احسنت يا ابني احسنت انت والله ما قدرتش والله العظيم ماسك بقي بالعافيه انا اسف. نشاط اجتماعي نشاط فني ماشي. اللي بعده انا خلصت نص الازازه والله. بصوا اخد حبه صغيره عشان انا باكل بشرب كتير قوي الصراحه. يا جميل يا جميل انت تشرب ميه هو ده يشرب ميه هو ده يا هو ده هو ده يا ابني انت مين انت نخش على الفيديو اللي بعده بيقول ايه ده في حد هنا بيسوق تقريبا. استنى ادوها فرصتها تركن في ساعه ساعتين عادي مفيش مشكله. لا كده هتخبطي عربيتي انا عربيتي وراكي لو سمحت. ده مش المطبخ خالص. ودها ب 200 صراحه ودها هيد شوت ب 200 يا نهار. هي دي صح الحل الحته دي قلبت عليها شويه مواجع الصراحه ويعني جيب بقى حاجات كده. ما بحكي لكم عليها في كوارث مروان حكيت لي علاقه برك بالسواقه وكده يعني. بس الله حسبي لو نعمل كده. خمس اسئله المفروض انك تعرف تجاوبها صح. يعني عايز نفسي اجاوب والله معاك بس ما في تحدي. انا اسف. خمس اسئله المفروض انك تعرف تجاوبها. ما هو اكبر حيوان في العالم؟ الفيل. الحوت الازرق وهو اكبر من الديناصورات. ما هي اللغه التي يتحدثون فيها بالبرازيل؟ البرازيلي. مش اللغة الإسبانية ولا البرازيلية. هي اللغة البرتغالية. ما هو أكبر عضو في جسم الإنسان؟ الجلد. صح مظبوط. أين ينمو الأناناس؟ في الشجر. لا ينمو على الشجر بل ينمو على الأرض. مظبوط برضه. ما هي أكبر شركة مصنعة للإطارات في العالم؟ بريلي. مش بريدجستون، هي شركة ليجو. ده لسه صاحي من النوم اقسم بالله فاهم يعني. يا نهار اسوح ده انا لما ابوك بنوع على الامتحان على طول والله العظيم فاهم يعني. انا تمام فشلنا في التحدي. انا عمال اكل ميه ما فيش خالص والله العظيم ما بتقف في بقي خالص. الفيديو اللي بعديه ايه ده عادل شكل ايه ده سلوك الجديد ده ايه ده ولا يا حلوينا قوي قوي الله 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 طلع النظام ده لا 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 كده. ماشي اللي بعده. ايه ده في ايه اللي حصل؟ دي كانت بترقص بريك دانس اقسم بالله. ايه علاقتنا بالايد والله العظيم الفيديو ده مش فاهم. ماشي اللي بعده اللي بعده. Sit by myself talking to the moon. Oh shit. ايه يا اعمى يا اعمى ايه؟ قول له مصالح يا سيع. والله العظيم انا الارض تحتيه بقت انا بصيف يا جماعه. انا مش محتاج اصيف خلاص. انا بصيف هنا عندي والله العظيم كميه الميه. انا عايز اصورها لكم بس يلا مش كميه المناديل. اخر فيديو معانا عشان انا متبهدل والله العظيم. انا ندمت على الفكره دي. كنت عملت عقاب اقسم بالله. هتقوم الميه لازم نفتح في المنطقه دي تمدادات علشان توصل لنا. تضربوا نار وتغطوني وانا احاول ازرع قنبله دخان في المنطقه دي واعدي من وسطها. انت بنفسك يا فندم؟ ايوه انا بنفسي. انا ما زدتش عن اي واحد فيكم. احنا كلنا صعايده وفلاحين وقبل ده وده كلنا مصريين. خلصنا من ام التحدي والله العظيم. خلصنا ايه ده انا شكلي مجهد قوي والله مش
الارض بسم الله ما شاء الله العظيم فيها فاهم فيها حرب فاهم في حاجات عماله ترش يمين وشمال كده اقسم بالله كفايه كده كفايه كده كفايه كده كفايه كده انا هعمل تحدي انا اسف انا مش هعمل تحدي تاني والله العظيم باظ مني تقريبا انا ضحكت على كله بتاع المهم بس يا شباب ده كان فيديو النهارده صراحه الفيديو النهارده ما كانش حلو قوي يعني كانت فيها حاجات حلوه في حاجات بتخض بس يعني هنا يعني ايه بص احنا ممكن ايه بتطول شويه في تحدي الضحك يعني نسيب مسافات ما بينها كبيره يعني عشان ايه نجمع كده منكم لوكشه حلوه من الفيديوهات اللي بتضحك فاحنا ممكن نعمل حاجه نعمل فيديو تحدي ضحك بعد كده فيديو تحدي رعب في تحدي ضحك وعايز تحدي رعب فاهم يعني اسبوع واسبوع مثلا قول لي في الكومنتات ايه رايك شكرا جدا عن وشكرا لكم جدا 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 لكل الناس اللي باركت لي ان وصلت 100000 600 800 واتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو تعمل لايك شكرا مشترك وشغل الجرس تابعنا على السوشيال ميديا انستغرام وتويتر وايه تاني وتيك توك وتويتش هتلاقيهم كلهم هنا اهو اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي واه جود باي هبدا المسحه ايه هننسى